السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتريكال بانل تو اكسل، الأداة ديت بتصدر لك المعلومات اللي انت عايزها من الالكتريكال بانل بالشكل ده، وتطلع معاك في الاكسل بكل الداتا اللي انت ممكن تحتاجها زي اسم الداتا والنوتس والليجند، كل اللي انت عايزه، التوتال لود، التوتال امبس، كلها بتصدر للاكسل على طول مش لملف سي اس في. دي من برمجة المهندس إيهاب، وهنلاقي برضو مبرمج شوية أدوات جميلة زي سايزنج كيبل، يبدأ ياخد كل المشروع ويبدأ إن هو يحط السايزنج كيبل عليها، والبليسنج لايتنج يبدأ يحط الإنارة بالتوزيع بالشكل دوت. وبرضو في أداة سيرش فور تكست، انا هسيب لكم رابط التولز ديت بحيث اللي عايز ان هو يجربها ان شاء الله.